سلام على آل ياسين. بس عندي سؤال يعني بخصوص ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أنه في عصر الإمام المهدي يعني عليه السلام، الحياة اللي نشهدها الآن يعني من كافة الجوانب الثقافية والرياضية وغيرها من هذه الأمور، تبقى مثل ما هي في عصر الظهور أو تتغير؟ هذا السؤال. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المهدي عندما يخرج وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا يعني أن ثمة عطاءات جديدة تشمل الأرض، كل الأرض في عطاءات جديدة. بأحاديثنا أن الأرض تخرج بركاتها في زمنه المبارك، في أحاديثنا أن آية وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لا تكون تامة إلا في ظل حكمه صلوات الله وسلامه. إذن نحن أمام تغيير بنيوي في حياتنا وفي تصرفاتنا، سينخفض من منسوب ظهور الفساد في البر والبحر إلى الدرجة السفلى، إلى أقصى درجة وصل إليها عبر التاريخ، فيرتقي القسط والعدل، يملأ الأرض قسطا وعدل. هذا يحتاج إلى تبدل نوعي في العلوم وفي منهج الحياة وفي التصرفات وفي المأكل والمشرب، أمر طبيعي. عندما يكون ما بين أيدي الناس، تقول الرواية، حرفان من العلم وما معه عليه السلام 25 حرفا، فيخرج للناس 25 حرفا من العلم فيضمها إلى ما بين أيدي الناس، أكيد تشرق الأرض بنور ربها. أكيد لما كل خلاصة البشر حرفان في علومهم ومنهجهم وحياتهم، فيخرج 25، كم ضعف، كم يمكن أن تتصور؟ مولانا الكريم، كنت عم بقرأ من حوالي 4 أو 5 أيام أحد الأطباء شرق أسيوي ينصح بشرب الماء من جلوس، لأن شربه من قيام، من قيام يوجب خللا في عمل الكبد، وقعد يشرح ثم يردف فيقول، وشربه من جلوس، شرب الماء من جلوس في الليل أمر مهم جدا خاصة في الليل. كنت من زمان بقرأ وبعدني بقرأ، وربما إذا أتيحت لي الفرصة أمارس أن أشرب في النهار واقفا كما ورد في الأحاديث، وفي الليل جالسا. فمن أيمتى هذه الأحاديث رسول؟ ما كنا إلا أننا نتعبد بها. شو أنا خبير كبد ومريء، وشو بيعرفني بها؟ تتكشف هذه الأمور، هو علم تركه لنا أهل البيت، ربما يقرأه البعض فيستصغره لأن نفسه صغير، لكن التعبد فيما ورد. قديش من الستينات إلى الآن قالوا لنا إن الدهن الحيواني قاتل، وإن الدهن الحيواني، الآن رجعت الأمور تتخذ منحا عكسيا، ورجعوا بيقولوا أنه لحم البقر مو مناسب تماما للبني آدم، لأنه اليوريا وال إلى آخره، ولحم الضأن أشرف اللحوم. الآن بدأت تتجه باتجاه ما قاله أهل البيت، إن المستحب أكل لحم الضأن، الغنم والماعز، والمستحب أكل شرب حليب الأبقار وشحومها. والآن هذه النظريات كلها تؤكد في هذا الشأن، تتجه بهذا الاتجاه عكس ما كان السابق. على رأي العراقيين يقصون علينا، يعني يضحكوا علينا، ونحن ما لم تعد سهلة قشمرتنا. فما بالك إذا كان على رأس الأمة
معصومها وإمامها ووليها، كل شيء بيتغير، كل شيء بيتغير، النظام البيئي يتغير، لأنه العدالة عدالة في جميع الزوايا وليست في زاوية الحكم فقط.